النهارده معانا درس جديد بعنوان الإسكندرية عروس البحر المتوسط. قال بكار: قرأت أمس عن مدينة عريقة بها معالم أثرية وتاريخية وفرعونية ويونانية ورومانية وقبطية وإسلامية، بالإضافة إلى الطبيعة الساحرة حيث يتعانق التاريخ والطبيعة كي يرسم معا لوحة رائعة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط. هل تعرف هذه المدينة يا بساط الريح؟ بساط الريح، نعم أنا أعرفها يا بكار، هيا نذهب إليها، إنها الإسكندرية. طار بساط الريح وبكار جالس فوقه، فرأى من بعيد البحر الأبيض المتوسط، ورأى قلعة قايتباي ومتحف الأحياء المائية والمتحف الروماني والمسرح الروماني وعمود السواري ومكتبة الإسكندرية. معاني الكلمات: عريقة، قديمة، أصيلة. الإضافة: الزيادة. الساحرة: الجميلة. يتعانق: يحتضن. هيا أسرع. فخمة: عظيمة القيمة. أسئلة على الدرس: ماذا قرأ بكار؟ قرأ عن مدينة عريقة بها معالم أثرية تاريخية. لماذا سميت الإسكندرية عروس البحر المتوسط؟ لأنها أجمل مدينة على البحر المتوسط. وما أنواع الآثار بالإسكندرية؟ فرعونية، يونانية، رومانية، قبطية، إسلامية. ما أهم الآثار التي أعجب بها بكار بالإسكندرية؟ قلعة قايتباي ومتحف الأحياء المائية والمتحف الروماني والمسرح الروماني وعمود السواري ومكتبة الإسكندرية. أذكر اسم القلعة التي رآها بكار في الإسكندرية: قلعة قايتباي. بكار: ما هذا يا بساط الريح؟ إنني أرى قصورا فخمة وحدائق غناء، هيا بنا نحلق فوقها لنعرف ما هي. هذا قصر المنتزه يطل على شاطئ البحر، إنني أشاهد أشجارا وزهورا وحدائق واسعة وكلها بنيت على الطراز الإسلامي. انظر يا بساط الريح، هذا قصر آخر يقع وسط حدائق خلابة تنتشر حوله تماثيل، وهذا قصر العروبة وذلك قصر رأس الدين. بساط الريح، إنني أرى الكنائس، هذه كاتدرائية الكرازة المرقصية في محطة أورام بناها أحد تلامذة السيد المسيح، وهذه كنائس أخرى ومساجد كثيرة، وهذا مسجد سيدي أبي العباس المرسي، وهذه مئذنته الشاهقة الارتفاع وقبابه الأربع، وهذا مسجد الإمام البوصيري، وهذه مساجد أخرى. حقا إن مدينة الإسكندرية عروس البحر المتوسط. معاني الكلمات: فخمة، عظيمة القيمة. غناء: كثيرة وغزيرة. خلابة: الجمال. يطل: يشرف. الشاهقة: المرتفعة جدا. الطراز: الشكل. أسئلة على الدرس: أذكر اسم القصور التي شاهدها، قصر المنتزه ورأس الدين والعروبة. من الذي بنى الكاتدرائية المرقصية؟ أحد تلامذة السيد المسيح. وماذا شاهد بكار في قصر المنتزه وعلى أي شيء يطل؟ شاهد بكار أشجارا وأحواض زهور وحدائق واسعة وهو يطل على شاطئ البحر. وأين تقع كاتدرائية الكرازة المرقصية؟ تقع في محطة الرمل. وما أهم المساجد الموجودة بالإسكندرية؟ مسجد أبي العباس المرسي ومسجد الإمام البوصيري. اختر الإجابة الصحيحة. تقع الإسكندرية على شاطئ البحر الأبيض المتوسط ولا الأحمر ولا الميت؟ من متاحف الإسكندرية المتحف الروماني ولا المصري ولا القبطي؟ من قلاع الإسكندرية قلعة صلاح الدين ولا محمد علي ولا قايتباي؟ من أشهر قصور الإسكندرية قصر عابدين ولا رأس الدين ولا محمد علي؟ من مساجد الإسكندرية مسجد الإمام البوصيري ولا الإمام الشافعي ولا محمد علي؟